قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الاتحاد لم يغلق باب الحوار مع الحكومة وأنه متمسك به كآلية لحل الأزمات. وأكد الطبوبي أن الاتحاد يقوم بصياغة رؤيته للإصلاحات السياسية والدستورية بناء على دستور 2014 بالتماشي مع تعديلات تشمل النظام السياسي والانتخابي. فيما يسميه مراقبون تمايزاً سياسياً داخل المشهد التونسي، يتقدم اتحاد الشغل خطوات في صياغة رؤيته للدستور الجديد للبلاد مستعيناً بخبراء في القانون الدستوري والقانون العام. وتعتمد رؤية اتحاد الشغل على الحفاظ على روح دستور 2014 مع تعديلات عميقة فيه. منذ انطلق النقاش حول مسألة الدستور قلنا أنه احنا رغبتنا إصلاحية في أنه يتم تعديلات في الدستور الحالي دستور 2014 ونزع الألغام اللي فيه، تخفيف من ما يثقل من أبواب ولا فصول اللي ربما تخلق تأويلات فارغة، وفي نفس الوقت إصلاح للنظام السياسي بما يخلق نوع من التوازن. ويتشكل يوما بعد يوم حول اتحاد الشغل ما يشبه قطبا سياسيا ثالثا يختلف عن توجه الرئيس سعيد ويتناقض مع فريق ما قبل 25 من يوليو والمكون أساسا من النهضة وحلفائها. من مصلحة البلاد أنها كل الأطراف سواء السياسية أو الحزبية أو المدنية أنها تتفق على الحد الأدنى الاقتصادي السياسي الاجتماعي الأمني الثقافي، وليس من مصلحة البلاد بعد 10 سنوات من التردد وعدم الوضوح أن تقع في فخ هو عميقة وخلافات جذرية. ووصل المشاركون في الحوار الوطني إلى صياغة مسودة دستور جديد تم عرضه على الرئيس سعيد للاطلاع عليه على أن يطرح للنقاش العام بداية يوليو المقبل. وعلى الرغم من توجه اتحاد الشغل وخبراء في القانون الدستوري لخلق قطب ثان يوازي مجريات الحوار الوطني، فإن مراقبين يرون أن لهجة الاتحاد لا زالت محافظة على التهدئة مع رئيس الجمهورية وإصرار اتحاد الشغل على القول إنه من دعاة الحوار. سيف الدين العامري، سكاي نيوز عربية، تونس. معنا من تونس صحفي في جريدة الشعب صبري الزغيدي. أستاذ صبري، مرحبا بك. أبدأ معك من دعم صندوق النقد الدولي للإصلاحات التي تقوم بها حكومة بودن، إلى أي حد هذا يعزل اتحاد الشغل؟ مساء الخير أستاذ سامي. مساء النور. بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قالها صراحة بل واعتمد من مواقفه السابقة آخرها سنة 2018 عندما دعت المنظمة إلى إضراب عام حينها في حكومة الشهد حول تقريبا نفس العناصر أو نفس التي يعتبره الاتحاد إملاءات وشروط صندوق النقد الدولي على الحكومة التونسية آنذاك، ورفضتها المنظمة الشغيلة. نفس هذه العناصر تعتمد حكومة بودن الآن في هذه المفاوضات، وهي أولا تجميد الانتدابات في القطاع العام والوظيفة العمومية، تجميد الأجور في هذين القطاعين، رفع الدعم، ثم التفويت وبيع المؤسسات الحكومية للقطاع الخاص. هذه الإملاءات رفضتها المنظمة الشغيلة، لكن في نفس الوقت المنظمة هي لا ترفض التفاوض بشكل مبدئي مع صندوق النقد الدولي، هي ليست معزولة عن واقعها الإقليمي وواقعها الدولي، وهي تتفاهم أيضا صعوبة الاقتصاد الوطني وما يتمر به من مشاكل. ولكن هذا القرض الذي ستأخذه تونس على أساس هذه الشروط، ما هو مصيرها؟ ماذا سنفعل بها؟ يجب على قبل كل شيء أن نقيم القروض السابقة، ثم نتحدث جميعا على قاعدة حوار عميق وتقريري حول مآل هذه الأموال، وهل هي مرتبطة بإصلاحات جذرية ومرتبطة بتغيير المنوال التنموي ومرتبطة بخلق الثروة وإنعاش المالية العمومية أم لا؟ هذه ما أخذ المنظمة الشغيلة، لذلك يتمسك الاتحاد برفض هذه الاشتراطات. طيب، هذا الرفض يعني ما الذي سيقدمه أو يؤخره طالما أن حكومة بودن وصندوق النقد الدولي ماضين في خطتهم الإصلاحية؟
هذه من الخطط ما يسمى بالإصلاحية اتبعها بن علي في وقت من الأوقات، واتبعتها حركة النهضة وحكومات المتعاقبة لحركة النهضة، ولم نجني منها إلا الفشل تلو الفشل، والاقتصاد الوطني ذاهب يعني إلى المجهول إلى اليوم. ما الفائدة إذن لاتباع هذه الرؤى وهذه التصورات الاقتصادية الفاشلة مع الحكومة الحالية؟ وكان من المفترض بعد 25 جويلية وحسب تصريحات رئيس الدولة يعني العلنية أن ننعش الاقتصاد الوطني، أن تكون أن نخلق الثروة، أن تحافظ تونس على سيادتها ولا تخضع لإملاءات صندوق النقد الدولي. هذا على الأقل ما يصرح به رئيس الدولة. لكن الغريب في الأمر حكومته التي نصبها هو والتي عينها هو تتبع في نهج آخر، تتبع في يعني في رؤية أخرى، فضلا عن أنه الحوار الاقتصادي المفروض أن يكون حوار عميق وأفقي وتقريري بعد ذلك، نجده الآن حوار يعني من أجل الحوار فقط. يبدو أن يعني رئيس الدولة يريد حوار شكلي، أو الواضح أنه يريد حوار شكلي، ولكن في بعد ذلك سيفعل ما يريد، وما يريد هذا هو على أساس خطة ورؤية يعني فاشلة نيوليبرالية ليس لها بالإمكان، وهذا بشهادة الخبراء الاقتصاديين. البعض أستاذ صبري الشعب أكثر فأكثر، نعم، وخاصة الطبقة الوسطى. نعم، البعض يقول بأن اتحاد الشغل يحارب من أجل وجوده بالأساس، لأن هناك أزمة سياسية مغلفة ربما مغلفة بغطاء اقتصادي. إلى أي حد فعلا نحن أمام مشكلة عويصة سيواجهها الاتحاد في الأيام المقبلة، طالما هناك إصرار على إبقائه في الزاوية الاقتصادية وعدم انجراره للجانب السياسي؟ أولا هذا الكلام مردود عليه باعتبار أن الاتحاد هو أول من قدم مبادرة الحوار الوطني وتوجه آنذاك بها إلى الرئيس خلال حكومة المشيشي والأزمة التي كانت تعيشها البلاد، توجه بها إلى الرئيس حتى يكون الرئيس ومؤسسة الرئاسة هي الراعية والمنظمة والمؤطرة لهذا الحوار المنشود. لكن للأسف نتذكر أن رئيس الدولة تجاهل هذه المبادرة. الاتحاد أستاذ سامي ليس حزب سياسي، هو ولا يبحث عن مواقع السلطة ولا يريد أصلا السلطة. الاتحاد يطرح هذه الأفكار وهذه المبادئ من زاوية حرصه على الاستقرار السياسي باعتباره منظمة وطنية عريقة هي تفعل وتعمل وتشتغل في السياسة بامتياز. يعني عندما نتحدث عن تغيير المنوال التنموي هو سياسة، عندما نتحدث عن تغيير الرؤى الاقتصادية والاجتماعية هي سياسة، عندما طيب نتحدث عن توجيه الدعم لمستحقيه هي سياسة. طالما أنه لا يقوم بأدوار سياسية، لماذا؟ نعم، يحرص على تقديم رؤيته لهذه الإصلاحات السياسية في الدستور، لماذا يصر على هذا الموقف؟ هذا هو دوره بالأساس. الاتحاد أستاذ سامي يعني خاض معركة التحرر الوطني ضد المستعمر، والاتحاد من بنات يعني والأساسيين للدولة الوطنية. والاتحاد نتذكر قام هو الذي رعى الحوار الوطني في 2013 وفاز بجائزة نوبل السلام. وقتها يعني ليس هناك مشكل عندما يقوم أو يطرح الاتحاد المسائل السياسية ويبحث عن الاستقرار السياسي، أما الآن فأصبح هناك مشكل. هذه طبيعة المنظمة، المنظمة ليست مهنية، المنظمة لا تبحث عن فقط الزيادة في الأجر أو البحث عن بعض الامتيازات والمكاسب الاجتماعية فقط. المنظمة الشغيلة مشكلتها ويعني حرصها هو الاستقرار السياسي، أن نذهب بالتجربة الديمقراطية التونسية إلى الأفضل، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بحوار، حوار يعني مجتمعي تشارك فيه أغلبية الأحزاب السياسية. الاتحاد رفض المشاركة في الحوار. سيد صبري الزغيدي اسمح لي على المقاطعة، يعني حتى أتدخل معك، يعني دعي للحوار لكنه رفض المشاركة في الحوار، والبعض يتساءل يقول لماذا الاتحاد العام التونسي للشغل يمارس دور الوصاية على الشارع التونسي؟ هي ليست، اولا ليست وصايه، هو اتحاد قدم ملاحظاتها. الصيغه الحاليه التي قدمها رئيس الدوله التي اعتمدت على المرسوم عدد 30 هي صيغه استشاريه، ليست صيغه تقريريه. يعني ما الفائده عندما نقوم بحوار من اجل الحوار فقط وليست له مخرجات بعد ذلك تكون ملزمه على الدوله التونسيه وملزمه على السلطه التنفيذيه من اجل تطبيقها؟
هذا هو الإشكالية. يعني الاتحاد لا يريد أن يكون مجرد قطعة ديكورية، مجرد يعني حضور وحضور شكلي. هو منظمة، ومنظمة وازنة، ليس بالضرورة أن هو وصي على الشعب التونسي، ولكن يعتبر نفسه أن له من المقترحات ما تفيد البلاد. يعني يقول ما الفائدة عندما أشارك في هذا الحوار بصيغته الشكلية هذا. نعم، شكرا أستاذ صبري الزغيدي، الصحفي في جريدة الشعب، كنت معنا من تونس، شكرا لك.